نحن متفقون جميعا رغم أن هنالك من يجامل القوم، من ربما يخشى الفتنة، ممن يخشى كذا والسوالف هاي، في بث هذه الرواية وإظهارها. نختصر هاي بكلمة ما نعيش بلا حزن. رواية العامة، نعم، ما نحن شيعة أهل البيت، فالثابت عندنا أن زوجتين من زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله عن طريق آبائهم، عن طريق الأول والثاني، قد دست السم لرسول الله صلى الله عليه وآله. وموجود رواية اللد، أننا لدينا رسول الله، واللد هو وضع الطعام على الشفاه، يعني جبرا، وهو شنو؟ الإنسان ربما مريض، ربما فيلدون له اللد، يقول لددنا الطعام لرسول الله أياما وأيام. هي نفسها عائشة تقول لدينا رسول الله بالطعام، يعني دسينا له الطعام. رواياتنا كثيرة، نحن شيعة أهل البيت، وصريحة في أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد دس له السم من أهل بيته عن طريق زوجتين اللي هما عائشة وحفصة، بدسيسة وبدعوة من أبويهما عمر وأبي بكر. وكثيرة من يحب أن يراجع الروايات في بصائر الدرجات، وفي تفسير القمي، وفي تفسير العياشي، وفي رواية الثعلبي، أن هاتين المرأتين هما اللتان لدتا رسول الله صلى الله عليه وآله بالسم. وراجعوا الكثير من المصادر، وأيضا يذكرها الشيخ المفيد في كتابه المقنعة، وبصريح العبارة يقول أن رسول الله قد دس له السم. فموجود هذه القضية، هاي عن طريق شنو هذه الرواية، أن رسول الله مات بالسم في بيته. هذه روايات الشيعة. أما في كتب العامة التي تذكر هذه الحادثة، فيذكرها ابن شهراشوف في المناقب، والأربلي في كشف الغمة، والطبرسي في إعلام الورى أو أعلام الورى، والفصول المهمة لابن الصباغ المالكي. هاي عن طريق أهل السنة. نحن متفقون جميعا رغم أن هنالك من يجامل القوم، من ربما يخشى الفتنة، ممن يخشى كذا والسوالف هاي، في بث هذه الرواية وإظهارها في هذا العامة، فيما يحب أن يراجع فليتقلب صفحات التاريخ في كتبه ومصادره، وليعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد دس له السم من بيته في بيته، وكان شهيدا مظلوما نحتسبه عند الله في 18 من شهري. الشيطان الذي رجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثيرة هي التهم التي يطلقها أعداء الشيعة على الشيعة، كثيرة هي التهم لا تكاد تفنى ولا تبلى ولا تكاد تنتهي، تلك التهم التي يطلقها أعداؤنا علينا. ومن تلك التهم إخواني التي نريد الإجابة عليها ولو اختصارا، هي تهمة أننا نقذف عرض رسول الله صلى الله عليه وآله، أو أننا نتهم عرض رسول الله صلى الله عليه وآله بالخيانة والزنا. نستجير بالله من ذلك، نستجير بالله استجارة يرحمنا بها. إخواني، أنا هنا عندما أتحدث أقصد ما اتفق عليه أو ما أطبق عليه علماء الشيعة، إلا من شذ منهم. وهذا الشذوذ إخواني موجود في كل مذاهب، في كل المذاهب وفي كل الأديان. لا أقصد الشاذين من هذا المذهب، وإنما أقصد ما اتفق عليه علماؤنا، وهذا النجف، وهذه قم، وهذه الكاظمية، وهذه حوزاتنا، وكربلاء مفتوحة لمن أراد أن يسأل أو يستفسر كل العلماء، وهو هل فعلا أن عرض رسول الله زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله عائشة نتهمها نحن بالخيانة والعياذ بالله رب العالمين؟ كلا وألف كلا، أقول كلا وألف كلا، وحاشا لعرض رسول الله من ذلك. ولدينا أدلتنا، مثلا من أراد أن يستفيض فليراجع مثلا تفسير الكشاف، وتفسير البيان، وتفسير الميزان، كل تفاسيرنا ادخلوا عليها وانظروا كيف أن مؤلفي هذه التفاسير أو أصحاب هذه التفاسير يدافعون دفاعا مستميتا عن عائشة وعن عرض رسول الله وعن نساء رسول الله عموما
عندما يأتون على آية الإفك. زين عيني، ادخلوا على التفاسير وانظروا كيف يدافعون عن عرض رسول الله صلى الله عليه وآله. نعم، كيف لا ونحن نروي حديثا قدسيا عن الله عز وجل وهو يخاطب رسوله صلى الله عليه وآله إذ يقول له إن الله طهر نعلك. الله يخاطب محمد صلى الله عليه وآله إن الله طهر نعلك فكيف لا يطهر عرضك. وأيضا نروي قول ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله قوله ما زنت امرأة نبي قط، ما زنت امرأة نبي قط. وعندما نأتي إلى فاجعة ومعركة وحادثة الجمل نجد أنه قد وقع من القتلى ومن الشهداء ما عد ب37,000 من القتلى والشهداء، يعني صاروا جبلا من جثث القتلى والشهداء حتى سالت الدماء أنهار بين الطرفين. وعندما قتل من قتل وقبض أمير المؤمنين عليه السلام على عائشة في تلك المعركة جعل لها حماية من 20 امرأة يحمونها ويدافعون عنها ويخدمونها صونا لعرض رسول الله صلى الله عليه وآله، جعل لها 20 امرأة من المسلمات يخدمنها ويحرسنها ويقمن على تأدية ما تطلبه ما تطلبه. فلما جاءها أمير المؤمنين قالت له يا قاتل الأحبة يتم الله أبناءك كما يتمت أبناءنا. عائشة تخاطب أمير المؤمنين بهذا القول يا قاتل الأحبة يتم الله أبناءك كما يتمت أبناءنا بعد تلك المعركة وتلك الفجيعة. فقال لها أبو الحسن لو كنت قاتل الأحبة كما تدعين، لو كنت أنا قاتل الأحبة كما تدعين لقتلت من هو الآن في بيتك، وكان في البيت مروان ووليد وغيرهم من هذه النمائم التي تسببت بهذه الفجيعة بين المسلمين. يا قاتل الأحبة يتم الله أبناءك كما يتمت أبناءنا بعد تلك المعركة وتلك الفجيعة. فقال لها أبو الحسن لو كنت قاتل الأحبة كما تدعين، لو كنت أنا قاتل الأحبة كما تدعين لقتلت من هو الآن في بيتك، وكان في البيت مروان ووليد وغيرهم من هذه النمائم التي تسببت بهذه الفجيعة بين المسلمين. خصم الكلام أنه لا نطعن بعرض رسول الله صلى الله عليه وآله، وحاشا لامرأة نبي أن تخون هذه الخيانة. نستجير بالله من هذا. نختصر هاي بكلمتين ما نعيش هي بلا حزين.